عايزه اقول لكم ان احنا يوم الخميس عندنا احتفال هنا في البرنامج، هقول لكم حالا بايه. عندنا احتفال بيوم البيتزا العالمي، وهنجيب كان يوم هو كان يوم 20، فاحنا قررنا ان احنا ما نتجاهلهوش، وقررنا ان احنا لازم نحتفل بيه، وهنجيب شيف ايطالي متخصص في البيتزا، خبره 25 سنه خبره في المطابخ الايطاليه في ايطاليا كمان مش في مصر، شيف وهبه هينورنا باذن الله، وهيعمل لنا حلقه بيتزا جباره ما حصلتش من ايه يعني من بلدها بقى. فانا متحمسه جدا للحلقه دي، واثقه ان انا هتعلم من الشيف كتير جدا معاكم، فان شاء الله استنونا يوم الخميس في حلقه مميزه جدا ليا وليكم، هنستفيد منها كتير قوي 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 مع شيف وهبه.